يقول إحدى الأخوات في أوروبا: نريد منك يا شيخ أن تقدم نصيحة لأمهات الأزواج. إحنا كنقول لهم مثلا يعني كيقول لهم العجايز ولا مناس، لا يتدخلن في حياة بناتهن حينما يزوجنهن في أوروبا، بدعوى أنهن يعيشن في واقع آخر. يعني الوالدات والأمهات نتاع البنات في أوروبا، خاصة البنات اللي زادوا في أوروبا، حينما يتقدم لخطبتهن الشباب المسلم يزوجهن بشروط، ومن تلك الشروط أن هاته الأمهات تقف مع البنات في كل ما يفعلن، ثم يتحججن أمام يعني الأصهار الأزواج ديال بناتهم بأنكم ينبغي أن تتقبلوا وأوضاع البنات نتاعنا في أوروبا، لأننا ولدنا في أوروبا وتربينا في أوروبا، وذيك العقلية اللي جيتوا بها أنتم من هي من البلاد وذاك شيء لا تنفع. فإذا أردتم مثلا أن يؤدم بينكم وبين أزواجكم وأن تستمر إن شاء الله سفينة الزواج إلى شاطئ النجاة، فعليكم أن تقبلوا هذا النوع من الحياة التي تريد بنات تريد البنات نتاعنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي تريد إن شاء الله الأخت أن أعطي نصيحة لهؤلاء الأمهات. سواء ولدت الفتاة في المغرب أو ولدت في أوروبا، فيبقى إن شاء الله تبارك وتعالى أنها مسلمة، والإسلام ليس مرتبط أبدا بأية أرض، فالأرض أرض الله والعباد عباد الله، وحيثما وجد عبد الله فهو عبد لله، وينبغي أن يعبد الله وفق منهاج الله تعالى سبحانه عز وجل. كونها ولدت في المغرب أو ولدت في أوروبا، الإسلام يتوجه إلى المسلمين في كل مكان، في كل زمان، في كل حال. الإسلام هو الحاكم، ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أن البنت ولدت مسلمة في أوروبا، زوجتها يعني والدها، فأمها ينبغي إن شاء الله تبارك وتعالى أن تربيها على الإسلام، لا أن تربيها وفق هواها. فالإسلام هو الذي يحكم الواقع، ولا ينبغي لواقع تلك الأرض هو الذي يحكم الإسلام، لا، ينبغي أن نرفع الواقع حتى يتلائم مع توجيهات الإسلام، لا أن ننزل الإسلام ونخضعه للواقع. إوا هذه زادت هنا، إوا لا بغات تخرج فوقاش ما بغات ما عليهاش، إوا ولا مشات سلمت على الصديق تاعها ما عليهاش، إوا ولا مشات مثلا سلمت على الزميل ديالها في العمل في الوجه ما عليهاش. كيفاش ما عليهاش؟ يخصك أنت تربيها على الإسلام. الفتاة سواء ولدت هنا ولا هناك، ينبغي أن تعرف أن أعظم الناس حقا عليها زوجها، وأن الفتاة إذا أطاعت زوجها وحفظت فرجها وصلت خمسها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية، وقيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ولدت هنا أو هناك ثم تزوجت برجل، فينبغي أن تطيعه في طاعة الله، ينبغي أن لا تخرج أبدا من بيتها إلا بإذنه، فالحديث واضح، ينبغي أن لا تدخل إلى بيتها ما من يكره، ينبغي أن لا تخرج من بيته والعيال مستعطرة ليجد الناس ريحها، هذا دين هذا. ينبغي أن لا تتدخل الأم والعياذ بالله في حياة ابنتها، ينبغي أن لا إن شاء الله تبارك وتعالى تصافح الرجل الأجنبي وتسلم عليه بلوجه، واش بدعوى أنها في أوروبا ما يحكمهاش الإسلام في المعاملة مع الناس، هذا زوجها ويغار عليها. ثم هل بدعوى أنها ولدت تما ما تديرش الحجاب وتخرج بالسروال وتخرج بذاك الشيء؟ لا، هي مسلمة والإسلام يحكمها هناك. فأنا نصيحتي لهؤلاء الأمهات أن يعن بناتهن على طاعة الله، لا أن يدفعهن والعياذ بالله إلى التمرد على شرع الله، لأن في البداية والنهاية هو شرع الله، لا دخل للزوج فيه. الزوج عليه إن شاء الله أن يطيع الله
وأن ينفذ شرع الله في معاملته مع ابنتك التي تزوج على كتاب الله وسنة رسول الله. والفتاة إنما تفعل ذلك طاعة لله سبحانه عز وجل في تعاملها مع زوجها بما يرضي الله سبحانه عز وجل. ولذلك ينبغي إن شاء الله أن يكون الزواج بين المرأة والرجل بناء على كتاب الله. كتاب الله هو الذي يؤسس هذا البيت، كتاب الله هو الذي يحكم العلاقات بين الزوجين في البيت، كتاب الله هو الذي يرجع إليه عند الخلاف في البيت. فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا ينبغي للأم المسلمة المؤمنة والعياذ بالله أن تقول لصهرها لا ينبغي أن تنفذ وتطبق عليه، هو ماشي ولا يطبق عليها شيء، هذا الشرع اللي كيقول لها هكذا، ما خصش تخرج إلا بإذن زوجها، راه ربي والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ذلك، وإلا تشتت البيت، وإلا كنتن عونا على تخريب البيوت، وهذا والعياذ بالله من أعمال، بس ما غادي نقول لك، من لا يريد للمسلمين الخير يريد تشتيت الأسر. هذه نصيحتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالأم إذا زوجت ابنتها عليها أن تنصح البنت بأن تكون بارة بزوجها وأن تحافظ على بيتها وأن تطيع زوجها في طاعة الله سبحانه عز وجل، لأن مرجع ذلك يكون مرجع ذلك يكون إن شاء الله تبارك وتعالى فيه الخير الكثير. وإذا حدث العكس نسأل الله العفو والعفو سيكون له الأثر المدمر على الحياة ديال البنت ديالك والأسرة بأكملها. والمسلمون كلهم يتأثرون في زمن كثر فيه الطلاق وكثر فيه تدخل الأمهات في شؤون بناتهن. يكفيك أن كاين شي مرة تجي الأم وتمشي تدي الزوج البنت ديالها من بيت زوجها كأنها هي المتحكمة، بحال اللي راه باقية عاد تتحكم فيها، في حين أنه لا علاقة لها مع ابنتها بعد أن تتزوج إلا في حدود الرحم الذي بينها وبين ابنتها، لأنها أسست بيتا وأصبحت تخضع إن شاء الله تبارك وتعالى لشريعة الله سبحانه التي تنظم العلاقة بين الزوج وزوجته. والله تعالى سبحانه عز وجل يهدي إلى السداد والرشاد.